صباح الخير. تعالوا نبتدي عبادتنا للرب النهاردة وإحنا بنشكره على إن هو سيد الأرض كلها وإن هو الرب العظيم الملك، ملك الملوك ورب الأرباب، ملكي وإلهي. تعالوا نقف مع بعض ونقرأ مزمور 19، واللي من حضراتكم حافظه ياريت يقول معايا. يقول كده المزمور، مزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الأرض، خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارج من حجلته، يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق. من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة ابرئني. أيضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي. حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. أمين. تفضلوا استريحوا. بيتكلم المزمور عن مجد الله اللي بيظهر في الطبيعة وفي الكون، وأول كلمة بتقول السماوات تحدث، يعني بتتكلم فعل مضارع وهتفضل تتكلم، هتفضل السماء تحدث بمجد الله. وكأنه بيكلمنا في الطبيعة اللي كل يوم بتقوم وتعمل شغلها تمام التمام زي ما هو عايز وبنظام ودقة شديدة جدا، كأن الكون ده معبد ضخم، وكأن الطبيعة وعاظ فيها، وكأن الشمس أكبر واعظ فيها، هي بتقدم خدمتها للبشر. عشان كده خلينا نتحد مع المرنم ونغني للرب العظيم ونقول له: نفسي تغني ما أعظمك يا سيدي لما أرى نجومك وكل الأفلاك، أسمع صوت الرعد، نفسي تغني ما أعظمك. لما أرى نجوما وكلما يدور في الأفلاك،
بالملك العظيم صاحب السلطان القدير الوحيد اللي ليه سلطان على غفران الخطايا، بيقول كده: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة ويشبع بالخير عمرك. هو يستحق لنفسي تباركه. عشان كده ترنيمة جاية تقول: باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتي. باركي يعني اشكري، اشكري على عظيم الصنيع، اشكري على القدرة الفائقة، على المحبة الغامرة، على غفران الخطايا، على الرأفة، على الحنان، على كل حاجة حلوة بيقدمها لنا. تعالوا نقف مع بعض وإحنا بنبارك الرب ونقول له: باركي ولا تنسي كل حسناته. الرب المنقذ المنجي المنفرد في الوجود في أزمنة الضيق، فعلا ليه حضور رائع وعظيم. كتب مزمور
59 داود لما كان شاول الملك اللي هو حماه بيطرده عشان عايز يقتله كذا مرة يحاول يقتله والرب ينجيه، فكتب المزمور ان هو كان دايما في ضيق وفي زنقة لكن دايما الرب كان بيمد ايده، فقال كده: اما انا فاغني برحمتك وارنم بالغداة برحمتك لانك كنت عونا لي ومناصا في يوم ضيقي، يا قوتي لك ارنم لان الله ملجئي اله رحمتي. فعلا فعلا ملناش في الضيق غير الرب المنقذ المنجي، عشان كده المرنم يقول كده: نفسي غني بالسرور للمخلص الكريم واهتفي مدى الدهور بخلاصه العظيم. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي، عدد 1 و2: غني بحمد وثنى لله يا نفسي إذ ينتهي ليل الشقاء وتشرق الشمس. نتذكر إحسانات الرب ونشكره على كل ما أنقذنا منه. ناخد فترة صلاة مع القسيس جان. الأيام اللي فاتت كنا بنحتفل مع بعض بعيد الأم، فتعالوا كده وإحنا بنصلي كل واحد منا يتذكر امرأة في حياته، إن كانت الأم أو إن كانت إنسانة صنعت معه رحمة، نتذكر امرأة صنعت معانا خير وإحسان ومعروف في حياتنا ونشكر الرب من أجل حياة هذه الامرأة. تعالوا كده نحني رؤوسنا في الصلاة. الرب قال: كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، يقول الرب. له رب شكرا من أجل كل وقت فيه عزيت نفوسنا وسندتها وشجعتنا وكنت لينا ملجأ فيه، وشكرا من أجل كل امرأة قامت بالدور اللي انت بتقوم بيه أيضا في حياتنا. تعالوا الوقت الجاي ده كمان نطلب طلبة أن نكون إحنا مصدر تعزية لآخرين، أن يجد فينا الآخرون حنو، رحمة، شفقة، أن نكون قريبين لكل من هم حولنا. أستطيع أن أكون أباً أو أماً لمتضايق، لحزين، لمر النفس،
دقيقة كده كل واحد فينا يرفع صلاة، صلي من أجل ناس يحتاجون إلى معونة، إلى تعزية، إلى تشجيع منا، ونصلي كده أن إحنا نكون إحنا اللي بنسدد هذا الاحتياج. آمين. الكتاب بيقول إن كان أحد الأعضاء يتألم فالجسد كله يتألم أيضا. عشان كده إحنا كجزء من جسد المسيح مشاركين باقي الجسد في الألام اللي ممكن يكون بيعبر بيها. فلو حضراتكم تعرفوا إنه الكنيسة في نيجيريا في الشهر اللي فات أو الشهر ونص اللي فاتوا كان بتعدي بألام كتيرة جداً، لدرجة أنه خلال الشهر ونص مات حوالي 280 واحد من المسيحيين في نيجيريا. الأسبوع اللي فات بس في 100 بيت اتضرب عليهم نار ومات فيه حوالي 250 فرد. فزي ما كنا بنصلي كده من أجل المتألمين في حياتنا الشخصية، تعالوا نصلي كمان من أجل المتألمين في جسد المسيح في مكان مش بعيد عننا كتير لكنه متألم بقوة وبشدة. تعالوا كده نتعاطف مع هؤلاء ونصلي من أجلهم كلنا. تعالوا نصلي كده ونحني رؤوسنا مرة أخرى في الصلاة. صلي كده واطلب من الرب أن يوقف ما يصنعه إبليس في العالم، لأنه من البدء كان قتال الناس. قلوا يا رب جايين بلجاجة، ونعلم أن هذه الحرب هي حرب روحية في المقام الأول. تعالى يا رب أوقف ما يصنعه عدو الخير. تعالى يا رب بسلامك، تعالى يا رب بنورك نور العقول والأذهان، وبرحمتك يا رب لين القلوب القاسية التي تصنع كل يوم يا رب موت وعنف وعذاب لأسر متألمة كثيرة. صلي من أجل الكنيسة المتألمة، الكنيسة التي يمتحن إيمانها الآن في نيجيريا. يا رب اسند كنيستك، اسند شعبك، اسند المؤمنين بيك يا رب. اعطيهم يا رب يقين في شخصك انك انت موجود في المشهد. صلي من اجل الاسر المتألمة، كل أم فقدت أبنائها، كل زوجة فقدت عائلها، أب فقد أبنائه، ابن فقد والده، كل الأسر المجربة، كل الدموع التي تزرف. بعد دقيقة من الصلاة أطلب من دكتورة وفاء فوزي تنوب عننا كلنا في الصلاة من أجل هذا الجسد المتألم. يا رب بشكرك جدا لأنك إله عظيم، بشكرك يا رب لأنك إله حنان ورحيم، بشكرك يا رب لأنك في كل مرة بتشوفنا بنتألم أنت بتتحنن. يا رب بشكرك، يا رب بشكرك لأنك أنت قريب جدا لكل الذين يدعونك. يا رب بنيجي يا رب قدامك بكل شخص متألم متعبان، كل شخص بيعدي في ظروف صعبة سواء كانت مرض أو ظروف اقتصادية صعبة أو مشاكل في البيت. يا رب من فضلك انك انت اللي تكون ب
بتيجي بسلامك وتكون يا رب بتتدخل في كل ظروف صعبة. أعطينا يا رب أحشاء رأفات تكون يا رب بنمارس يا رب محبة عملية تجاه كل احتياج حوالينا. افتح عينينا وقلوبنا عشان نكون يا رب إحنا الأدوات وإيديك اللي بتوصل للآخرين بمحبة حقيقية عملية. يا رب بحط أخواتنا المتألمين المضطهدين في نيجيريا وفي كل حتة تاني في العالم. يا رب سندة من عندك أنت لكل عيلة اتجربت في الفترة اللي فاتت. يا رب اديهم قوة واديهم شجاعة. اديهم يا رب دعم من عندك أنت. ويا رب اتدخل في ظروف هذه البلد يا رب. حل بسلامك هناك. ابطل كل مشورة الإبليس يا رب. ومن فضلك يا رب أنك أنت اللي تكون بتضمن سلامتهم هناك يا رب. تعلن اسمك وتعلن مجدك من خلال يا رب إعلان إيمان هؤلاء الأشخاص. يا رب بارك عبادتنا قدامك. من فضلك يا رب تدينا أن احنا نكون بنعبدك بالروح والحق. ليك كل المجد في المسيح يسوع. آمين. برأيك أهتدي في الطريق ويدك في يدي كالصديق، ثم إلى مجد دار علاك تأخذني كيما أبقى هناك بالقرب من عرش رب يسوع. أحلى مكان في تلك الربوع. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي الثلاث أعداد، هي رقم 264 في الكتاب اللي قدامنا. غيرت حياة شاول
من شاول لرسول الأمم. وقال يسوع لنسنائيل: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. فقال له نسنائيل: يا معلم، أنت ابن الله. قوة يسوع المغيرة هو الوحيد اللي بكلمة منه يقدر يغير الإنسان، يحول الحال والحالة تغيير عظيم جدا. كيف أجرى فيا تغييرا عجيبا عاجزا عن فعله أقوى رفيق. ليس من يهتم بي كربي، ليس من صديق مثله. كم أود أن أشيد بيسوع. ترنيمة رقم 342، هنرنم عدد 1 و3 من الترنيمة بعد الموسيقى. الرب بأتقيائه بالراجين رحمته. ترنيمة جاية بتقول: إياك فلترضي قولي وأفكاري، أيا ولي صخرتي وربي الباري. يا رب عرفني بسهوات لي، فمن ترى يدري بها يا أيها العلي. كنت فاهمة الأول أن السهوات دي الحاجات البسيطة اللي أنا ما باخدش بالي منها، فعلا ما باخدش بالي منها، عشان زي ما تعلمنا سقط سهوا كده، حاجات بتقع مننا. لكن لما قريت لقيت ان هي مش بسيطه ولا حاجه، هي حاجات كبيره بالسنه اللي مش باخد بالي منها، لكن هي الناس شايفاها فيا وهي موجوده. ولانه الله بيدور على الانسان الكامل وعايز يعمل مني انسان كامل، فعايز يخلي السهوات دي انا اتوب عنها قدامه وافكر فيها واقول يا رب توبني فأتوب. كلمات الترنيمة الجاية خلينا نرنمها وإحنا بنفتح قلبنا وأذننا إن إحنا نسمع أخطائنا ونتوب عنها ونقدم، فعلا نقول يا رب فعلا عايزين نكون كاملين زي ما أنت كامل. يا رب ادينا القلب المطيع الخاضع لشخصك. Thank you.
تعطي عبدك من فيض روحك وامنحني قوة في كل حين، فأشهد لك ولصنيعك وأعلن حقك الثمين. طريق الرب محتاج قوة، قوة ومعونة منه شخصيا، عشان كده المرنم أدرك كده فقال له يا رب اديني قوة من عندك. تعالوا نصلي الترنيمة دي وإحنا واقفين، نقول يا رب إحنا جايين لك وطالبين منك المعونة والتشديد في حياة الإيمان وحياتنا. بكلمات ترنيماتك حلو أنت يا رب لنا، تعزي نفوسنا، ترفعنا فوق كل المصاعب والمتاعب، تحصر قلوبنا وأفكارنا في شخصك، تمتعنا يا رب بجلسة هنية معاك،
نثق يا رب أنك تحمي أفكارنا وقلوبنا من سهام العدو التي يريد بها أن يحرمنا من التلذذ بهذه الجلسة معك. بارك من يكلمنا، بارك من أسعدونا بالترنيم، وبارك كل شخص يا رب موجود أمامك، ليس فقط هنا لكن في كل مكان ينادى فيه باسمك ويتعبد فيه شعبك لك. في اسم الفادي الحبيب يسوع نصلي ولكل الإكرام والسجود، آمين. فإنك الإله، فإنك الإله نبع الحياة ومانح الرجاء إلى الخطاة. الكتاب بيعلمنا أن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. موت المسيح وصليب المسيح هو ده بيان محبة الله لينا. عشان كده الترنيمة الجميلة اللي دايماً بنرنمها خليني قرب الصليب. وإحنا الحقيقة الشهر الجاي ده إحنا عايزين كده نكون بنعيش الترنيمة دي، الكلمات دي، إن إحنا نكون قرب الصليب. فإحنا مش هنحتفل بس يوم الجمعة العظيمة بصليب المسيح، لكن إحنا بطول هذا الشهر هنحتفل بهذه الذكرى المتجددة في حياتنا، صليب المسيح. عشان كده هيكون لينا النهاردة وكمان 3 أسابيع تانية، 4 أسابيع بالنهاردة هنتعلم ونركز على محبة الله اللي ظهرت لينا في صليب المسيح من خلال كتاب صليب المسيح للدكتور القس جون ستوت. النهاردة هنبدأ أول مرة في صليب المسيح. الكتاب موجود في 4 أجزاء، فالنهاردة الجزء الأول هيقدم لنا فكرة عنه جناب الوالد الدكتور القس مكرم نجيب. أصلي أن النهاردة والمرات الجاية يكون الوقت ده سبب بركة وسبب نعمة وسبب تأثير في حياتنا وحياة الكنيسة بأكملها. قبل ما نسمع كلمة الرب هيكون لينا ترنيمة خاصة مع فريق الترنيم، بعد كده نسمع كلمة الرب على فم القسيس مكرم. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض، رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب عجائبه، لأن الرب عظيم وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات، مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه.
رب الخلاص هللويا، إن أحب طائعا حتى الصليب، فدا أسرى الهلاك البائسين مظهرا بالرا خلاصه العجيب. احمدوه هللويا، احمدوه للأبد. طرح القسيس ستوت سؤاله الرئيسي عن صليب المسيح، وضمن الإجابة في مرجع ضخم يحتاج منا التوقف الطويل قدامه، لكننا سنأخذ منه قطرة يمكن أن تروي عواطفنا الروحية إلى أن نستطيع أن نقرأ الكتاب ككل. السؤال الرئيسي الذي طرحه القسيس ستوت عن صليب المسيح: هل الإيمان المسيحي إيمان بالمسيح المصلوب؟ هل الإيمان المسيحي إيمان بالمسيح المصلوب؟ أو في عبارة أخرى، مركزية الصليب في الإيمان المسيحي. مركزية الصليب في الإيمان المسيحي. السؤال الطبيعي: لماذا التركيز على الصليب ليكون رمزاً كونياً للمحور الممتد من السماء إلى الأرض؟ لماذا كل هذا التركيز في العالم في كل مراحله المختلفة، مواقعه المختلفة عن صليب المسيح؟ أراد المسيحيون الأوائل أن يختاروا رمزاً لحياتهم، لم يختاروا ولادة يسوع، لم يختاروا حياة يسوع، لم يختاروا شباب يسوع، لم يختاروا تعليم يسوع، لم يختاروا خدمة يسوع، لم يختاروا قيامة يسوع، لم يختاروا ملك يسوع، لم يختاروا هبة الروح القدس. كل ده ما اختاروش، فقط اختاروا الصليب. الصليب هو الرمز الباقي والدائم والرائع للمسيحية، وبالتالي اختار المسيحيون الأوائل رمز الصليب واستمر معنا حتى الآن. واحد اسمه تيرتوليان، ده كان في سنة 200 ميلادية، هو أصلاً محامي لكنه في نفس الوقت لاهوتي باحث في اللاهوت، قال الكلمات دي وهو كان في شمال إفريقيا.
قال الكلمات دي بيقول وبيصور قد ايه تغلغل الصليب في حياتنا. قال في كل خطوة نخطوها وكل حركة نقوم بها في ذهابنا وإيابنا، عندما نجلس إلى مائدة الطعام، عندما نضيء مصابيحنا، عندما نجلس على الكرسي أو نستلقي على سرير، في كل عمل من أعمال حياتنا اليومية يمتلك الصليب كل أفكارنا. في كل حركة بنعملها من الصبح لبالليل الصليب هو يملك علينا كل المشاعر وكل الأفكار. دي كانت الفكرة الأولى في الإجابة على السؤال عن مركزية المسيح. الفكرة الأولى التركيز. الفكرة الثانية الحتمية. لماذا يتحتم؟ لماذا كان يتحتم أن يصلب المسيح؟ الحتمية. الفكرة الثالثة الحمل. صورة الحمل التي جاءت في سفر الرؤيا واستخدمها البشير يوحنا. الفكرة الرابعة والأخيرة، هل كان الصليب مركزاً في حياة يسوع؟ خدنا الفكرة الأولى اللي هي بتتكلم عن التركيز، التركيز في تكثيف عن الصليب في كل التاريخ في كل مكان، زي ما قرينا على المسيحيين الأوائل أو قرينا على ترتوليان. الفكرة الثانية الحتمية، كان موت المسيح هادفاً وحتمياً، فما هي أسباب هذه الحتمية؟ لماذا كان يجب أن يموت؟ لماذا هذه الحتمية الكاملة في الصليب؟ ثلاث أسباب وضعها السوط. السبب الأولاني عداوة القادة اليهود للمسيح، عادوه في كل مكان، ساروا خلفه في كل وقت في عدوان كبير جدا. فعدوة القادة من الفريسيين إلى الصدوقيين إلى كل الجماعات التي وقفت في موقف العداء بالنسبة للمسيح يسوع ولصليبه، عداوة القادة، خاصة في أمرين غاية في الأهمية. الأمر الأول الناموس، وده الموضوع الكبير. لقد وقفوا عداوة على المسيح من أجل الناموس، ثم ليس فقط الناموس، السبت، يوم السبت كان مشكلة بين اليهود وبين المسيح. وبالتالي أمام الناموس عامة وأمام السبت خاصة كانت هناك عداوة بين هؤلاء القادة وبين يسوع، بين المسيح. السؤال هنا، ألسنا نجد بدايات للعنف الديني من أيام هؤلاء الناس؟ من يومها وبدأت وتفجرت كل العداوات الدينية في التاريخ حتى الآن. أمام التعصب الذي نراه في منطقتنا، أمام العنف الديني بكل أشكاله، أمام كل جمود المفاهيم الدينية كما هي التي نسميها، نحن بحاجة إلى تجديد الخطابات الدينية في كل مكان، رفض الآخر وعدم قبول الناس المختلفين عنا، كل هذه الأسباب أسباب عن عداوة القادة. أحبائي، ما أمر ما يحدث في العالم وفي منطقتنا وأحياناً في بلادنا أمام العنف الديني، سمعنا على نيجيريا أو غير نيجيريا، في كل مكان هناك
عنف ديني واضح. نحن نصلي أن يعطي لنا الرب لمحة من السلام، من الوفاق، وأن نكون إضافة لصنع البر وصنع السلام في بلادنا. عداوة القادة سبب من أسباب حتمية الصليب. كان لابد أن يموت لكي يفدي هؤلاء الناس، لكي يخرج هؤلاء الناس من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الحياة. كان حتمياً أن يموت المسيح. كمان جانب آخر، كان حتمياً أن يموت المسيح من أجل شهادة الكتب. هناك عدد من البشيرين يذكر باستمرار على أن الكتب، أي الكتب المقدسة في العهد القديم، الأسفار المقدسة، الكتب شهدت عن المسيح، وكل من يريد أن يدرس عن حياة يسوع وخدمة يسوع وصليب يسوع لابد أن يرجع إلى الكتب المقدسة التي تنبأت عن كل هذا. شهادة الكتب له. أذكر بعض النماذج عن شهادة الكتب. لوقا، في لوقا 24 كتب عن عبارة في جميع الكتب، أي الحديث عن يسوع في جميع الكتب، لكن في نموذج أوسع. عندما تقابل مع تلميذي عمواس في الطريق ذكر هنا عبارة مهمة جدا: أما كان ينبغي، بيقول للشباب دول، أما كان ينبغي أن يتألم هذه الآلام ثم يدخل إلى مجده؟ وابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. أمام شهادة الكتب المقدسة كان لابد أن يموت، لأنه أعلن ذلك ثم أعلن ذلك في الكتب المقدسة. هناك شيء آخر، الكلمات السبع على الصليب. الكلمات السبع على الصليب تعود إلى حتمية موت المسيح، خاصة الكلمات الثلاث التي استندت إلى صليب المسيح بصورة مباشرة وأخذوها من سفر المزامير. مثلاً في مزمور 22 يقول: إلهي إلهي لما تركتني. دي كلمة من الكلمات السبع مأخوذة مباشرة من مزمور 22. ثم هناك كلمة أخرى في مزمور 69 وعدد 21 يقول: في عطشي يسقونني خلا، في عطشي يسقونني خلا. وهذا تم بصورة واضحة. ثم الفكرة الثالثة أو اللمسة الثالثة موجودة في مزمور 31 وعدد 5، عندما استمد المسيح من إشعياء 53 صورة عبد الرب. هناك إذن صور مختلفة موجودة من خلال تلميذي عمواس، من خلال الكلمات السبع الموجودة في كلمة الله. لماذا كان حتماً أن يموت؟ أولاً بصورة واضحة كان حتماً أن يموت للعداء مع اليهود، كان حتماً أن يموت للكتب المقدسة، ثم كان حتماً أن يموت من أجل الخيار المتعمد. هو تعمد أن يختار الصليب، هو لم يذهب إلى الصليب كده، لكنه هو أراد، هو تعمد أن يختار الصليب. لقد اختار الصليب أن المسيح أن يتمم ما كتب عنه مهما كانت الآلام التي تعرض لها.
هو اختار ذلك بصورة واضحة. دي الفكرة الثانية، كانت الفكرة الأولى عن التركيز، كانت الفكرة الثانية عن الحتمية لابد والأسباب بتاعتها. ثم الفكرة الثالثة، فكرة الحمل الخروف، وفكرة الحمل موجودة واستخدمها يوحنا في سفر الرؤيا بصورة واضحة. وفكرة الحمل استخدمت في، على الأقل استخدمت في 4 مجالات أو 4 مجالات، استخدمت في 4 مجالات واضحة. المجال الأول، لأن المسيح منشئ الخلاص. لماذا اختار يوحنا سورة الحمل؟ لأن المسيح هو منشئ الخلاص، هو الذي بدأ بدمه الخلاص، لذلك ينسب أو ينسب شعب الرب أمر خلاصهم إلى الله والحمل. وفي الترنيمة الكبيرة الكتابية الموجودة هنا، هم غسلوا ثيابهم بإيه؟ بدم الخروف، ثم غفرت خطاياهم بواسطة الحمل، ثم تطهروا من نجاستهم فيهتفون الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وإيه؟ وللخروف. الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. إذن صورة الحمل تعطي أول ما تعطي عن أنه منشئ الخلاص. الحاجة الثانية في فكرة الحمل، هو رب التاريخ، هو رب التاريخ. نجد كلمة السفر المختوم في سفر الرؤيا. السفر المختوم، أرادوا أن يجدوا من يفتح السفر أو من يفك إلى آخره. لم يستطع أحد أن يقترب من السفر. السؤال هنا، ما المقصود بالسفر؟ المقصود بالسفر بختومه 7، ثم بعد ذلك بفك هذه الختوم التي لم يستطع أحد أن يفكها إلا المسيح المصلوب. الحمل هو الذي اقترب وفك بعمله الكامل على الصليب من أجلنا. المجال الثاني، كان المجال الأولاني الواضح هنا الحمل، المجال الثاني هو رب التاريخ. رب التاريخ، سيد التاريخ، سيد، أي هو الذي أمسك بالتاريخ من البداية حتى النهاية، هو الذي يقود التاريخ، هو الذي يقود أحداث التاريخ. أحبائي، يجب أن ندرك أن مسيحنا ممسك بالتاريخ، وبالتالي لا نموت، لا نسقط، لا نيأس، لا نفشل. لسنا وحدنا ولسنا ننتمي إلى لا شيء، نحن ننتمي إلى المسيح المصلوب، نحن ننتمي إلى المسيح المصلوب. وبالتالي هو رب التاريخ، هو الألف والياء، البداية والنهاية، الذي كان والذي يأتي. هو منشئ الخلاص لأنه رب التاريخ. هناك أمر آخر، هو موضوع العبادة، هو منشئ الخلاص، هو رب التاريخ، هو موضوع العبادة. لاحظوا الترنيمة الكتابية، ككلمات وترانيم من أمتع ما يمكن. مستحق أن تأخذ السفر وتكف ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب
وأمة. هو موضوع العبادة، نتعبد له كل الأمة، كل أمة، كل شعب، كل لسان، كل قبيلة. هو موضوع العبادة التي تتجه عيوننا إليه، تتجه نغمات ترانيمنا إليه. هو موضوع العبادة. أحبائي، مرات كثيرة دون أن ندرك نضع العبادة أن تتوجه تماماً أحياناً بعيداً عن مركزية يسوع في العبادة. مرات نركز على الروح القدس بكل تجلياته المختلفة ولا نأتي إلى مركزية المسيح، رب التاريخ، منشئ الخلاص، الذي قاد ويقود شعب الرب في كل التاريخ إلى كل ما هو أفضل. المسيح المركز للحياة وللعبادة. ثم المجال الرابع والأخير، مركز الأبدية. مركز الأبدية، منشئ الخلاص، رب التاريخ، موضوع العبادة، مركز الأبدية. إنه يسوع الحمل، إنه يسوع الحمل الذي سيأخذ مكان المركز. عندما يصل التاريخ إلى نهايته ويرفع الستار عن الأبدية، هيجي وقت يصل فيه التاريخ إلى النهاية ويرفع الستار عن الأبدية اللانهائية، هناك نجد المسيح مركز الأبدية. أحبائي، ما أجمل الحديث، يا ليت لي ألف لسان، ما أجمل الحديث عن الصليب وعن كل هذه المعاني عندما تصبح جزءاً منا، عندما تمتلك مشاعرنا، أفكارنا، عندما نعيش فيها ونعيش لها. وهذا هو صليب المسيح. صليب المسيح رمز الانتصار. صليب المسيح عز وفخار. دي ترنيمة نسيناها، لكن ده صليب المسيح الذي يملك ويمتلك كل شيء. الفكرة الرابعة والأخيرة، هل احتل الصليب مكان المركز في فكر يسوع؟ هل احتل الصليب مكان المركز في فكر يسوع؟ السؤال نعم. ثم ما الدليل؟ ما الدليل أن أخذ الصليب مكان المركز في حياة يسوع وفي فكر يسوع؟ أذكر بعض الملاحظات. عندما كان سن 12 سنة، كلنا عارفين الحدث ده، خدوه أبواه إلى الهيكل. كان كل ابن يصل إلى سن 12 يعمد ويصبح له مكان. أخذوه الأب والأم، أخذوه إلى أورشليم، إلى القدس، وهناك ترك في زحام الاحتفال. ثم ابتدأ الوالدان يبحثان عنه معذبين أو معذبين، بحثوا عنه لحد ما لقيوه. بعد فترة لقيوه وهو في السن ده 12 سنة قاعد وسط المعلمين اليهود يسألهم ويرد عليهم ويناقشهم. وبعدين قالوا له والديه، إيه اللي خلاك تعمل كده؟ ليه سبتنا وإحنا بنتعذب عشانك؟ فقال لهم الإجابة دي، ودي كانت إجابة مهمة قوي: لماذا كنتما تبحثان عني؟ ليه؟ لماذا كنتما تبحثان عني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في بيت أبي؟ هذا يعني أن يسوع من سن 12 سنة كان بيدرك
أن بيت الرب هو بيت أبيه. ده مش غريب عليه، ده بيت أبيه، ده مركز حياته، وده في لوقا 24. هل يعني أن المسيح في سن 12 سنة كان يتكلم عن الله بوصفه أبوه؟ من سن 12 سنة هو يتحدث عن وصفه أبوه، أن يتحدث عن أمور انشغل بها الآب، وبالتالي انشغل هو بإرساليته الخاصة. كان دائما يتحدث عن إرساليته الخاصة وعن موته، انشغل بصورة واضحة عن القصد، هو جاء لقصد معين. إذن يسوع أفسح المجال لأن يكون الصليب هو مركز فكر يسوع بصورة واضحة. يوحنا قال الأناجيل شهدت بكل وضوح واستخدمت مصطلحات عديدة مثل مصطلحات الخروف إلى آخره، لكن هناك مصطلح مهم جدا هو مصطلح الساعة. ومصطلح الساعة استخدمه المسيح عندما كان في عرس قانا الجليل مع أمه ومع التلاميذ ونفذ الخمر. الأم جريت عليه وقالت له، وهي تعلم أن له سلطان وهو يقدر أن يملأ الفراغ، قالت له من فضلك ما تسيبناش نغرق، اعمل حاجة. فبص ليها كده وقال لها، ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي، الساعة لم تأتي ساعتي بعد. التوقيت أحبائي، توجد ساعة لكل شيء، لكل شيء يقول الحكيم، لكل شيء تحت السماوات ساعة، توقيت في حياتنا، في أولادنا، في بيتنا، في مستقبلنا، هناك ساعة. لم تأتي ساعتي بعد، لا تنشغل حتى التوتر، هناك ساعة لي، لحياتي، لأسرتي، لخدمتي، أنا لست وحدي في الطريق، أبي يمشي معي، هناك ساعة. عندما أراد بعض اليهود أن يمسكوه، عندما أساءوا فهمه، عندما أرادوا أن يمسكوه ليجعلوه ملكا، قال لهم لم تأتي ساعتي بعد. عشان كده هم ما قدروش يقربوا منه، مع أنه كان ممكن جدا، لكن هم ما قدروش يقربوا منه لأن ساعته لم تجئ الآن. أحبائي، أختم بأن البعض كان له الموقف الخاص في كل التاريخ عن صليب يسوع. البعض رأوا في الصليب الغدر، غدر البشر، المعاناة، الصلب، العنف. البعض لا يرى في الصليب إلا الغدر. مجموعة تانية لم ترى في الصليب إلا العثرة، تعثروا، أنت مش قلت لنا أنت الرب الكون وأنت القادر وعملت معجزات قدامنا وعلمت، إذن إيه الحكاية؟ بعد كده تيجي تموت فجأة، إزاي؟ نروح فين؟ تعثروا، والبعض ترك السير وراء يسوع. إذن البعض شاف في الصليب الغدر، البعض شاف في الصليب العسرة، البعض الثالث شاف في الصليب الخلاص، الحرية، الرفقة، الفداء، ويرنم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أحبائي، هذه لمحة من كثر تعطينا فكرة عن صليب يسوع
في أبهى وأمجد صوره، وتعطينا قدوة لنعيش خلف الحمل المذبوح يوماً بعد الآخر، ونشهد عن عمل الصليب في حياتنا. أصلي أن تكون هذه الخدمة بداية طيبة ورائعة لسلسلة الصليب، فتحتوي الحياة وتعمق الفكر وتمسك باليد اليمنى يوماً بعد الآخر. أمين. خلونا نصلي. أرجو من الأسيس يوسف تفضل يصلينا. يا أبانا السماوي، بنشكرك من كل القلب لأجل يا رب أننا يا رب نعيش في هذه الأيام في ظل الصليب. نشكرك لأجل عمل المسيح في الصليب، ولأجل البر رب الذي وجدناه. نشكرك رب لأنك في الصليب كنت يا رب تبحث عن الإنسان. نشكرك لأنك في الصليب أخذت المبادرة. نشكرك لأنك في الصليب مددت يدك لنا نحن الخطاة البعيدين. نشكرك رب لأن الصليب ربط السماء بالأرض، ونشكرك لأن الصليب ربط الإنسان بأخيه الإنسان. نشكرك رب لأجل كل هذه الأفكار التي باركتنا بها في هذا الصباح. نشكرك رب لأجل حتمية الصليب، ونشكرك لأجل يسوع الحمل، ونشكرك لأن الصليب كان جزءا أصيلا يا رب من فكر يسوع ومن حياته. نشكرك لأنه لم يجبر عليه، بل أنه اتجه إليه طواعية. نشكرك رب لأننا رب سنظل حياتنا وطول الأبدية نسبحك، سنظل يا رب مديونين لك لأجل الصليب. أعطنا يا رب أن تنفتح عيوننا على هذه الحادثة التاريخية. أعطنا يا رب أن تمتلئ حياتنا يا رب بمعاني الصليب. ساعدنا أن نعيش في ظله. ساعدنا أن نستمد يا رب منه كل قيمة. ساعدنا أن نتعلم منه كيف تكون المحبة. ساعدنا يا رب أن ننظر إليه فنعرف كيف نمارس الغفران. ساعدنا يا رب أن نتشبع به فنعرف كيف ننكر ذواتنا ونضحي لأجل الآخرين. نشكرك، نباركك يا رب. نصلي كل بركة ونعمة لأجل والدنا الدكتور الأسيس مكرم، أن تملأ حياته بكل بركة ونعمة، أن تباركه في خدمته وفي أسرته. نضع رب كل هذه الطلبات أمام عرش النعمة، ونحن نطلب في اسم المسيح. آمين. آمين. نشكر الرب من أجل الكلمة الجميلة اللي قدمها لنا جناب الأسيس مكرم، ونشكر فريق الترنيم وماجي على وقت التسبيح الممتع. إحنا ما زلنا في شهر مارس، وإحنا ما زلنا في شهر الشكر، وقدام اللي بنشوفه كمان النهاردة من صليب المسيح ده بيفيض في قلوبنا بالشكر أكثر وأكثر. حضراتكم عارفين أنه تقدمات الشكر اللي بتجمع أثناء شهر مارس كلها تروح لخدمة الكنائس والأماكن اللي الله بيبدأها وعمل الله في كل أنحاء الجمهورية من أول الدلتا لغاية الصعيد. الكنائس التي تنتظر دائما تقدمة الشكر، لأنه في قدامها تحديات بناء، تحديات خدمة مختلفة، تحديات كثيرة. حضراتكم عارفين أنه السنة قبل اللي فاتت الكنيسة جمعت حوالي 400,000، السنة اللي فاتت جمعت حوالي 600,000، وده دليل على أنه كل وقت بيزيد شعورنا وإحساسنا بالشكر للرب، وإحساسنا كمان بمسؤوليتنا تجاه كنايس أخرى. إحنا عندنا أشواق أن الرب يأكد هذا الإحساس فينا،
ويأكد فينا الشعور بالعطاء والمسؤولية تجاه الكنائس المحيطة، فيزيد هذا العام التقدمة لأكثر من السنة اللي فاتت، فكانت السنة اللي فاتت 600,000، ننتظر أن تكون 700 أو أكثر. فالنهاردة هيبقى في طبق العطاء أثناء ما بيعدي، اللي عايز يحط تقدمة الشكر في المظروف الخاص بيه يقدر يعمل كده، اللي عايز يدفع من خلال الفيزا بره مع أختنا سميرة يقدر يعمل كده بعد الاجتماع. تعالوا نكرم الرب بتقديم عطايانا. احنا النهاردة هيكون لنا فرصة بعد الاجتماع مباشرة فرصة شركة، فياريت كل حضراتكم الموجودين بعد الاجتماع نروح لقاعة الأسيس إلياس مقار ويكون لنا فرصة الشركة مع بعض. الأسوس مش هيسلموا هنا في الخلف أو على الباب الجانبي، لكن هيكون الوقت السلام هيكون موجود عند باب القاعة هناك، فياريت كلنا على طول نتوجه للقاعة، قاعة الأسيس إلياس مقار، لفرصة الشركة مع بعض. الكنيسة بتودع على رجاء المجد جناب الشيخ شوقي اسكندر، انتقل اليوم، والكنيسة تتألم لهذا الخبر، لكن في نفس الوقت بنشكر الرب من أجل حياته ومن أجل خدمته ومن أجل تأثيره على مدى سنوات هنا في كنيستنا في مصر الجديدة، وبنصلي عزاء لكل أفراد الأسرة. ميعاد الجنازة اتأكد أنه هيكون يوم الثلاث الساعة 1 ظهرا هنا في الكنيسة، يوم الثلاث الساعة 1 ظهرا، والعزاء هيكون في مساء نفس اليوم في قاعة الأسيس إلياس مقار. في مجموعة من الإعلانات، خدمة رعاية اليتيم دي خدمة بتقوم بها لجنة الرعاية هنا في الكنيسة، بتوفر كافة الاحتياجات بطوال العام، سواء كانت مصاريف مدارس، ملابس جديدة، مصاريف دروس، مواد غذائية، ملابس جديدة في كل عيد، وإحنا يعني على أبواب عيد القيامة، ففي احتياج للأيتام طبعا في وقت العيد في ملابس جديدة وهكذا. فاللي يحب يشارك ويساهم في الخدمة دي ياريت بعد الاجتماع يساهم من خلال التبرعات في ترابيزة موجودة في الخارج. في عيادة كل وقت بيبقى في عيادة للرمض، الجمعة الجاية هتكون من الساعة 1 للساعة 3 عصرا ببيت الإرسالية في حجرة العيادات، عيادة الرمض الجمعة القادمة الساعة 1 للساعة 3. الكنيسة بتشكر الرب من أجل شفاء وسلامة شفاء القسيس سامي حنين، نشكر الرب من أجل إيده اللي تمدت تجاهه، كمان بنشكر الرب من أجل حصول مدام ندى ثابت على لقب الأم المثالية الثانية لمحافظة إسكندرية. الكنيسة بتشارك أسرة مدام ماتيلدا حليم انتقلها، مدام ماتيلدا هي والدة أستاذ عماد فكري وأخت مدام كميلة حليم وخالة وسام وسام الرشدي ورائد كمال، الرب يعزي كل أفراد الأسرة. بنرحب معانا النهاردة بأستاذ فليب مهران، أخونا فليب هو من أبناء الكنيسة لكن موجود معانا، كان فهو في كاليفورنيا وقت كبير لكن موجود معانا النهاردة، فبنرحب بحضرتك، أهلا بيك. نرحب بأستاذ سامح سؤلي ومدام جيجي بعد أجازة طويلة بالخارج. نشكر الرب من أجل كل الأمور اللي بنعدي بيها، إن كان في ألم، إن كان في فرح، إن كان في ضيق، إن كان في أخبار مفزعة، إن كان في أمور بتتحسن، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. تعالوا كده نشكر الرب من أجل كل ما سمعنا، ونصلي كده أن الرب يبارك الكنيسة في كل أيامها المقبلة. مش مهندس سامح حنا ينوب عننا في الصلاة. الظروف أنت معنا يا رب، لا تتركنا أبدا يا رب، صغيرين عن جميع ألطافك وعن الأمانة التي تصنعها معنا.
ما يا رب من يوم، ما من يا رب من وقت إلا وكنت معنا دائما. أذكر يا ربي أحبائنا اللي عندهم ظروف صعبة، كل من تألم يا ربي أذكر أسرة أنكل شوقي من فضلك، مد ليهم يا ربي يدك بالعزاء. يا ربي أذكر كل مريض في شعبك، قادر يا رب أن تمد يدك لأنك أنت الرب الشافي. نشكرك يا رب من أجل عطاياك التي تعطينا، ومن يدك نأخذ يا ربي وليدك نعطي. بارك يا رب هذه العطايا من فضلك واستخدمها لمجد اسمك، في اسم يسوع آمين. نشكر ربنا، نشكر ربنا على الخدمة الجميلة اللي سمعناها. حتمية الصليب، كان موت المسيح هادفا وحتميا، لأنه صليب المسيح رمز الانتصار، لأنه إذ به بهذا الصليب أعاين السماء ناظرا إلى الأبد. فيا لبهجتي، مخلصي قد حمل عني القصاص، ماسحا عن عيني كل دمع واهبا لي الخلاص. دي كلمات الترنيمة اللي احنا هنقف بعد الموسيقى ونختم بيها اجتماعنا. في المسيح يعظم انتصاري بالذي فداني. بفكر حضراتكم أن لينا فرصة شركة بعد الاجتماع في قاعة القسيس إلياس معار. إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله للخلاص. والآن نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وعطية الروح القدس، الإله الواحد يكون معنا ويدوم فينا الآن وإلى كل الدهور. آمين.